ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الكفار يقولون، كفار قريش سمعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت التخفيف، الصحابة يتكلمون بما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح بالنصر، وهذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء منهج بشائر، منهج الأنبياء منهج تفاؤل، منهج الأنبياء منهج حسن ظن بالله، منهج الأنبياء منهج يقين عليهم الصلاة والسلام، وهو نفسه منهج العلماء الربانيين. ولذلك العالم الرباني وقت الجهاد تجده أمام أحبابه وطلابه يثبتهم ويشجعهم ويزرع فيهم الإيمان بالله القادر المقتدر، ويتفاءل بالنصر ويؤمن بالله فوق الأسباب التي أمام عينه، وإن كان العدو أكثر عدة وعددا من المؤمنين. هذا هو منهج كل العلماء الربانيين الذين يسيرون على خطى الأنبياء، لأنه تحصيل حاصل، هناك ملازمة بين شيئين، شيء اسمه العلماء، شيء اسمه الأنبياء، بينهم ملازمة، العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء ليس بالكلام فقط والخطب، ورثة الأنبياء بالأعمال، ورثة الأنبياء بالأخلاق، ورثة الأنبياء بالأحوال. فقط ما يوحى إليهم الوحي، لا نبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كان فيهم نبوة لكانوا أنبياء، لأنه هناك ما ورد أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. عندما نقرأ تاريخ العلماء الصالحين الأتقياء الربانيين نجدهم دائما في الصف الأول إذا أقيمت الصلاة، وفي الصف الأول إذا نودي للجهاد. منهج الأنبياء ومن بعدهم العلماء هو منهج الله واحد، المنهج الرباني. ولذلك منهجهم منهج تفاؤل. الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن بشائر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر لهم برفع هذا البلاء. الصحابة يعيشون في ضعف، مستضعفون في الأرض، يعيشون في ألم، معذبون في الأرض، يعيشون في فقر، ينامون بطونهم خاوية من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بخير الدنيا والآخرة. هؤلاء مؤمنون آمنوا وصدقوا وجلسوا فيما بينهم وقالوا يوشك أن يرفع الله عنا هذا البلاء ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الكفار هذا الكلام فقالوا ويقولون، الله نقل كلامهم، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح الذي تتكلمون عنه؟ متى هذا الفتح؟ هذا السؤال. عندما قال الله في الآية التي بعدها قل يوم الفتح، نحن يتبادر إلى ذهننا أن الآية جاءت جوابا عليهم، متى يوم الفتح؟ قل، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح، يتبادر إلى ذهننا أنه يوم الفتح اليوم الفلاني، لكن الله ما أجاب على هذا السؤال، هذا الجواب ما ينفعهم، إنما أتاهم بجواب لائق بحالهم لا بسؤالهم. هذا المنهج القرآني هو نفسه منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله متى الساعة؟ أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد القيامة، يا رسول الله متى الساعة؟
ما أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، أجابوا جوابا يناسب حاله لا يناسب سؤاله، فقال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها، ما أعددت لها؟ أنت تسأل عن يوم القيامة، أنت ايش حضرت ليوم القيامة؟ أنت ايش سويت ليوم القيامة؟ أنت ايش استعديت ليوم القيامة؟ ما أعددت لها. وكذلك الآية الكريمة: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح الذي يقول يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. أنتم تسألون عن يوم الفتح، في ذلك اليوم ما راح ينفعكم الإيمان حتى لو تؤمنوا. لماذا؟ بسبب كفركم. ولذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: قل يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم، لأنه ذكرهم ويقولون ما أجاب عنهم بالإضمار، إنما أجاب عنهم بالإظهار. قل يوم الفتح، القياس يقتضي على السياق، قل يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم، ولكن الله قال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا. ليش؟ حتى نفهم أن عدم النفع كان بسبب كفرهم. سجل عليهم هذا، أظهره ليسجله عليهم، أظهره لكي يكون سببا ظاهرا لعدم نفعهم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا حتى لهم فرصة في أنه يقبل منهم توبة. عند هذه الآية بقي علماء التفسير يقولون: ما المقصود بيوم الفتح؟ هل هو فتح مكة؟ هل هو غزوة بدر ونصر الله للمؤمنين وكان فتحا عظيما؟ هل هو يوم القيامة يفتح الله بينه بين الكفر بينهم وبين المؤمنين، يعني يحكم؟ معنى من أحد معاني الفتح الحكم، يفتح أن يحكم الله بينهم وأنت خير الحاكمين. اختلف أهل التفسير. ابن كثير في تفسيره، وهو تفسير مشهور عند الناس ومشاع، استبعد أن يكون المقصود يوم الفتح الذي هو فتح مكة، بسبب أنه قال الآية نصت على أن الله قال: لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وفي فتح مكة أسلم الطلقاء وكانوا قرابة 2000 رجل وانتفعوا بإيمانهم، وقبل رسول الله منهم الإسلام والإيمان، وصار منهم صحابة أجلاء كبراء عظماء، بل منهم قادة جيوش في الفتح الإسلامي. إذن ليس المقصود بفتح مكة، لأن إذا نقول هذا كلام ابن كثير، إذا نقول أن المقصود فتح مكة بهذا يوم الفتح، فسيكون هناك معارضة، لأن يوم الفتح المنصوص في الآية منصوص عليه أيضا بإزائه، أنه لا ينتفع أهله بإيمان، وهؤلاء قد انتفعوا بإيمانهم وقد ظهر هذا الأمر ونقل بشيء لا شك فيه. أجاب عنه الزمخشري في الكشاف جواب لطيف وجميل، قال: هذا الاستبعاد ليس في محله، يعني ولم يذكر ابن كثير ولا ابن كثير ذكروا، مع أن بينهم، لكن الجواب على الأقوال ليس الجواب على القائل. أجاب على هذا القول الزمخشري فقال: نعم، المقصود بيوم الفتح هو فتح مكة، أما قضية لا ينفع الذين كفروا ليس هذا المقصود من الآية على ظاهرها،
أي الذين قتلوا في تلك المعركة وماتوا على الكفر لا ينفعهم بعد ذلك إيمانهم، كما لم ينفع الإيمان فرعون عندما أدركه الغرق وقال آمنت برب هارون وموسى، مع أنه آمن لكنه لم ينتفع بهذا الإيمان، لأن الإيمان أدركه وقت الموت. فالذين كفروا وأدركهم القتل وكانوا في هذا الحال لا ينفعهم إيمانهم. وعلى أي حال، سواء كان هذا الفتح يوم بدر أو فتح مكة أو يوم القيامة، هو تحصيل حاصل، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض. وهنا لفتة عجيبة في كلمة فأعرض. الله سبحانه وتعالى عندما سأل الكفار ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أعرض عن جوابهم، عن سؤالهم، أعرض عن سؤالهم، أعرض من دون أن يقول أعرضتم، أعرض بطريقة عجيبة كما سمعتم قبل قليل. ثم جاء المنهج الرباني لكي يوضح هذا الإعراض بالصريح، فأعرض عنهم. هؤلاء لا يجاب عليهم، هؤلاء لا يستحقون الجدال، هؤلاء لا يستحقون الكلام، بعض السفهاء لا يستحق أن تجادلوا، أن تكلموا، أن ترد على كل شبهاته، بعضهم جوابه سكوته، سكوتك عليه، كما قال مشايخنا جواب الأحمق السكوت. فأعرض عنهم، منهج عجيب، منهج أخلاق، منهج قوة، منهج إيمان، منهج ثبات. فأعرض عنهم وانتظر، انتظر الفتح الذي وعدناكم به، إنهم منتظرون وهم أيضا منتظرون. ألم يقولوا متى هذا الوعد، هذا الفتح؟ ألم يقولوا؟ نعم. إذن أنتم هم منتظرون، نحن ننتظر وأنتم تنتظرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أتم علينا إكمال تفسير سورة السجدة في ستة مجالس، من الله علينا إكمال تفسير سورة السجدة التي كان أحد أسباب اختيارها في هذا الدرس في مسجد زاهر، مسجد ولاية قدح. سبب اختيار سورة السجدة كدرس تفسيري في مسجد الولاية، مسجد نجري، هو أن الناس يقرؤون سورة السجدة كل جمعة، فأردنا أن نتكلم في تفسيرها، حتى إذا ما قرأناها مطبقين سنة الجمعة في قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة، نكون على الأقل على فهم لبعض الآيات. وقد من الله علينا بذلك، وجزاكم الله خير على تلقيكم وصبركم، ونسأل الله أن يتقبل ذلك منا ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجزي عنا مشايخنا خير الجزاء، ويجزي عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء، ويجزي عنا أحبابنا وشهداءنا خير الجزاء. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صحيح وعقيدة نقية.